انا جاي اقولك النهارده من اتقل النساء على قلبي انا بالذات اللي ما تعرفش حرمه البيوت او اداب الزياره، او يا سيدي بتعرفها بس بتتعالى عن تطبيقها. لو صاحبه البيت قامت علشان تحضر واجب الضيافه تلاقيها وراها في المطبخ من غير استئذان، ولو قامت راحت اي مكان تاني غير المطبخ بتلاقيها وراها، وتسمح لنفسها ان هي تلف وراها في كل الشقه من غير ما تراعي اي خصوصيه بحجه العشاء وبحجه ان هي صاحبه البيت ونسيت وتناست ان البيوت اصلا. لا والله، حتى لو بيوت اعز قرايبك او صحابك مالكيش ان انت تتحركي فيه من غير اذن، ولو اتاذن ليكي ان انت تتحركي يبقى تتحركي بكل ادب وتحفظ وعلى حسب ما يتم توجيهك. المفروض لما ندخل بيوت الناس نستنى لما صاحب البيت يوجهني على الكرسي اللي هقعد عليه، علشان ما اكشفش بقعدتي دي كل الناس اللي موجوده في الشقه واديهم حريه التحرك براحتهم، وافضل في مكاني وما اتحركش غير لما حد يجي يوجهني ويحركني. جزا الله عز وجل كل امرأة أمينة بتدخل بيوت البيت عمياء وبتخرج منه بكماء، لا تفشي سرا ولا تهتك سترا ولا تتكلم عن أهل البيت إلا بالخير.